يسعد مساكم مشاهدينا من جديد بحلقة جديدة من برنامجنا خبرياتنا بلا حدود اللي منشوف فيها أحلى وأجمل الطرائف مع المشتركين ولجنة الحكم في برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني. في العرض المباشر التاسع اللي كان بيحمل تحدي الصحة النفسية اختلفت آراء لجنة الحكم عن تقييمهم للمشتركين. قومي بالمعايير. ما في شك انه الشعر جيد بس حسي انه ما في تطور. توقعت شوف انه عم يحكي على الدبريشن والستريس لانه عن جد الرياضه كثير بتساعد بهالقصص. السكريبت بتاعك طول عمره حلو بس ما ضحكنيش او ما خدمش الفئه. ما في شك قد ايه نور الدين عم يتطور، هيدا شيء واضح جدا. راشد من المشتركين بالفئه تبعه ما فيه يحكي بس دائما عن جد فنك بيحكي يعني. اكيد سمر دائما لايك. دايماً حسيت إنه الفيديو ها يعني مش قادر أخد منه لحق ولا باطل. ومثل ما منعرف غادرتنا فئة الكوميديا اللي بيمثلها المشترك محمود من مصر. تصويت الجمهور هو 100 يا ترى. جنان وكيل ألف مبروك لإليك. أما محمود أشرف للأسف نتمنى لك كل التوفيق. كل المشتركين صاروا جاهزين للتحدي والمنافسة للفوز بلقب نجم برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني والتحضير للبرايم العاشر اللي موضوعه عن إحياء اللغة العربية وكمان تحدي الفئات. خلينا نتابع تحضيرات المشترك راشد من السعودية عن فئة الفن والتصميم. جيت اليوم عن نور الدين وقررنا على الرسمة وكيف بتكون التصوير. حاولت أجمل الرسمة بالألوان وكيف الخط العربي هو جميل، فبالفيديو هذا إن شاء الله أنكم بتشوفون كيف الخط العربي هو جميل. اتفقت أن نور الدين أنه يساعدني لأنه الرسمة هذه تحتاج تصوير من بعيد، تصوير الكاميرا اللي على راسي كلها بيكون يعني محدود الرسم، فحاولت أستعين في نور الدين وساعدته في تصويره وساعدني برضه. اليوم جيت مع راشد عشان أساعده بالتصوير بالفيديو الأول واستمتعنا بوقتنا بس أكيد تعبنا. قبل ما نأتي على التصوير أنا وراشد اتفقنا على اللقطات تكون هيك أرتستيك ومن زوايا معينة وإن شاء الله يطلع حلو مثل ما هو يريد. نور الدين عن فئة سينما وراشد عم يتساعدوا لتحضير التحدي العاشر. أنا مرة مبسوط من النتيجة وإن شاء الله يوم الجمعة شوفونا بيكون فيديو يكسر الدنيا. وهلأ مشاهدينا خلينا نتابع ونشوف شو بيعملوا المشتركين قبل ما يطلعوا للبث المباشر وكيف بيقابلوا لجنة الحكم والجمهور كمان. قبل موعد البث المباشر بيجي 5 دقايق بقعد وبتذكر كل شيء صار معي بالاسبوع واذا انا زعلان من شيء معين او حاسس في شيء مضايقني بتركه بارضه وبركز وبطلع على المسرح. قبل ما اطلع بخمس دقايق اكيد يكون في شعور يعني انك بتقابل لجنه حكم وجمهور ويعني وخلف الشاشه ملايين المشاهدين فهذا الشيء يعني شعور يكون صعب شوي. قبل ما اطلع اللايف بخمس دقائق بحاول نظم نفسي اتنفس بطريقه مريحه حتى هيدا يعني عقلي المشلوش وعليه كثير ضغط تفكير بدي اياه يسترخي ويوقف عن التفكير لما انا بركز تفكيري على النفس. في لحظه هيك وانا دا اطلع على الدرج لحظه انه this is the moment of truth الجمهور واللجنه راح يشوفون مالتي الفيديو احساس مختلف بحياتي ما مر هيك احساس. واختلفت مشاعر وأحاسيس المشتركين لأنه كلهم بيكونوا بينتظروا اللحظات الحاسمة في نهاية العرض المباشر. قبل اللايف قبل ما ندير أي حاجة نقعد في راسي نفكر إنه هل ربما هذا آخر لايف لي هنايا فنحاول نتفكر كل اللحظات الجميلة واللي جوزتها هنايا الأشياء اللي تعلمتها نمتن ليها. قبل بلحظة من ما أطلع على الستيج بتمنى إنه كل التعب اللي تعبته بالأسبوع يلاقي نتيجة خصوصا هذا الأسبوع لأنه فيديوين وكتير تعبت عليهم. مشاهدينا منروح فاصل وراجعين. البرايم العاشر بلش ومثل العادة لجنة الحكم عم تستعد. خلينا نتابع ونشوف يارا شو قالت. متمنية أكيد تشوف أفكار جديدة وإبداع وقصص ممكن حتى تلهمنا
وبتمنى انه الافضل اكيد انه يضل. كارلا مثل العادة بتبهرنا بطلتها الحلوة، ولجنة الحكم فايا وائل ويارا كمان. خلينا نتابع ونشوف كيف البرايم العاشر بلش. يارا، فايا ووائل، أهلا وسهلا فيكم من جديد. بداية مع يارا. ما فيكي تتغزلي بجمالي، أنا بدي أتغزل بجمالك أول شيء صراحة. سمعتينا بالكوليس كيف كنت عم برقص على غنية معذبني الهوى؟ بعدك عم تخطر على بالي وبعد معذبني الهوى. بدنا برمي، بدنا لفة 360. وبعدك برمي رجعنا. لا عن جد هالغنية روعة، بالسيارة بالكوليس دايما. أنا 24 hours تعملي سبور عليها؟ إيه إيه، شو ما بدك، وأنا ونايمة أنا دايما عندي حركة. بسم الله عليك، إن شاء الله دايما متعقدي شو ما عملتي. مرسي. وأنت كمان. ومثل ما بنعرف التحدي العاشر هو عن إحياء اللغة العربية، خلينا نروح ونشوف كيف الفنانة يارا بتكرم اللغة العربية. أنا بدي أسألك عن موضوع شوية تحدي، كيف المغني بيقدر يحافظ على لغته الأم؟ يكرمها بطريقة معينة؟ كل العمالقة اللي سبقونا كرموا اللغة العربية باختيار كلمات راقية لتقديمها بأصواتهم على ألحان رائعة، ونحن على خطاهم يعني باختيار أحلى كلمات اللغة العربية، يعني سواء فصحى او بكل لهجاتها الحلوه، بعيدا عن الابتذال طبعا، لانه انا من الاشخاص اللي بيرفضوا انه يتغنوا الا بالكلمه الراقيه والمقبوله بمجتمعاتنا العربيه. وهيك اذا ترجمت هالاغاني بيتعرفوا الاجانب على ثقافتنا بالصوره الصحيحه 100%. بس قولتكم وائل هل بحب اللغه العربيه؟ بعدك حافظ شي بيت شعر من أيام المدرسة؟ بيت شعر؟ أنا أفشل حاجة فيها كنت في اللغة العربية. هو منه واضح أبداً هالشي صراحة. لا يعني لا بس فاكر، أنا فاكر بيت شعر بتاع المتنبي، الخيل والليل والبيداء تعرفني تعرفني والسيف والقلم والقرطاس. برافو يا وائل، برافو يا وائل، هايل. 10 من 10. يعني بيت الشعر فيه شي 11 كلمة حافظ 3. زمانه بيتألف في قبره دلوقتي. وائل بحب يختصر لي يعني الوقت. لا بجنن وائل. الحمد لله. شكرا لإلك، شكرا لإلك وائل. مشاهدينا منروح فاصل ومنتابع. كارلا دائما إلها طريقتها بالترحيب بلجنة الحكم، بس هذا البرايم رحبت بفايا بطريقة خاصة جدا، خلينا نشوف. الليلة ستايل مختلف. اليوم غير لوك، ما هيك؟ مغيرة فايا علي. فايا كبرانة. بتجنن، كيف ما كنت. وهلا مشاهدينا خلينا نتابع فيديو عبد الرحمن الحريري ونشوف إذا قدر يربط بين اللغة العربية والرياضة. بشوف انه عبد الرحمن ابدع بهذا الفيديو وربط بين اللغه العربيه والرياضه بطريقه كثير حلوه. خلينا نروح ونشوف شو كان راي يارا ووائل كمان. يارا، شو الرساله يلي وصلتك من خلال هالفيديو؟ حبيت البايسبس، حبيت الترايسبس، حبيت الايد اللي هيك. بدي لاقي له شيء لعبد الرحمن مش حلو، ما عم لاقي له كل اسبوع يعني. لا عن جد بقول هالاسبوع لا بدي هيك يكون كثير قاسي معه او شيء. هالرياضه بحبها كثير وما بنشوفها قليل لنشوف حدا بيمارس هالرياضه. انا بحبها كثير و
وحتى اللقطات اللي اخذهم بالفيديو هيك كل كثير في تفاصيل حلوه. الصوره حلوه برا يعني الالوان كلها هيك شوي كمان بتعطي جو حلو، والكلمات اللي كتبهم بطريقه كيف مفسرهم باللغه العربيه. حبيت فيديو مهضوم. شكرا لك يا رب. هو الفيديو از ستريت تو ذا بوينت، التحدي اللغه العربيه والرياضه، جبت رياضه مشهورين بيها العرب، الايتشري او الرمايه. يجب ان تتكلم اللغه العربيه. نعم نعم حسنا، سوف اتحدث باللغه العربيه الفصحى. نعم يارا اجل تفضل. حسنا لقد اعجبني الفيديو الخاص، اعجبني الفيديو الخاص بك. خلص بدك لانه ساعتها ما بنخلص. لا هو طب ايه رايك بقى، انا مش هتكلم غير لغه عربيه فصحى. يلا تفضل. لا بهرك. لا ما بدنا كلمات انجليزي، يلا عربي. لا عجبني الفيديو، يعني ايه فيديو بالعربي؟ فيديو. الفيديو لقد عجبني الفيديو كثيرا. الشريط المصور. ايوه الشريط المصور. تو ذا بوينت. اوكي. بدي اقول بس بعد شغله، سوري، الموسيقى كثير عجبتني، كثير حلوه كيف حطيتها مع نور الإبراهيمي عن فئة السفر والمغامرة، قدمت فيديو بطريقتها عن إحياء اللغة العربية، بس هل يا ترى رح يعجب لجنة التحكيم أو لا؟ اليوم التقيت بصديقتي من ألمانيا، كانت أخبرتني من قبل عن حبها للثقافة واللغة العربية. قررت نعمل معها جولة صغيرة في بيروت ونعلمها بعض الكلمات العربية. أول مكان كان ساحة النجمة. ساعة ساعة. بعدها زرنا الحمام الإغريقي وسألتها عن سبب حبها للغة العربية. حمام؟ حمام إغريقي. No. كتير صعب. In Arabic it's easier to express your feelings and like the emotions are heightened just because you have so many more words to express things. آخر زيارة كانت للمسجد الأزرق، وأكثر شيء أثر إعجابها هو الخط العربي. حاولت نشرح لها بأنه فن في حد ذاته، واللغة العربية تميز باتصال حروفها اللي يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة، وهو متصل بالزخرفة العربية المستعملة لتزيين القصور والمساجد. منقوش بالجبنة؟ إيه طيبة كتير. نور الإبراهيمي استعانت بصديقتها الألمانية مثل ما شفتوا بالفيديو، وحبت تعرفها على بيروت وتعلمها اللغة العربية، بس كارلا ويارا كان لهم رأي مختلف. ولو انه حسيت اللي معها بتحكي عربي من قبل، يعني لانه صعب كثير اللغه العربيه، انها بسرعه تقول كثير صعب. صديقه نور بالفيديو طلعت بتحكي عربي احسن من وائل بكثير، خلينا نتابع. بتحكي عربي إيه؟ اكثر من وائل. انا افشل حاجه فيها كنت في اللغه العربيه. والله ممكن، والله ممكن. لازم هتطلع تستعين بوائل. انا فاكر بيت شعر بتاع المتنبي، الخيل والليل والبيداء تعرفني 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 تعرفني. برافو يا وائل، برافو يا وائل. ولهون مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم، منتابع بكرة شو صار في العرض المباشر العاشر. تصبحوا على ألف خير.